بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بإجازة العيد. تعالوا معا الآن نسترجع بعضا من المهارات النحوية التي قمنا بدراستها في الفصل الدراسي الثالث. والدرس اليوم هو التركيب الإضافي. نواتج التعلم: يتعرف المتعلم التركيب الإضافي ويعربه إعراباً صحيحاً ويوظفه في كتابته. التركيب الإضافي: يتألف التركيب الإضافي من اسمين من غير أداة ربط بينهما. الاسم الثاني يتمم الأول في المعنى، يسمى الأول مضافاً والثاني مضافاً إليه. إذن التركيب الإضافي يتكون من اسمين لا يوجد أداة ربط بينهما. المثال الأول: حارس المرمى. حارس هو المضاف والمرمى مضاف إليه. حين نقول صد حارس المرمى الكرة لا نقصد أي حارس ولا نقصد المرمى، وإنما نقصد حارس المرمى. فالإضافة تقيد المعنى بالمضاف والمضاف إليه. نقول لاعب الكرة، طلاب الصف، طلاب المدرسة. يوجد علاقة بين المضاف والمضاف إليه. العلاقة هي العلاقة الأولى هي الملكية أو الاختصاص، مثل كتاب الطالب، أي كتاب للطالب. مدرسة الطالبات، أي مدرسة للطالبات. إذن العلاقة هنا الملكية أو الاختصاص. العلاقة الثانية هي بيان النوع، مثل خاتم فضة، أي خاتم من الفضة. نوع خاتم ذهب، خاتم فضة. العلاقة الثالثة هي الظرفية، نقول رحلة الشتاء، أي رحلة في وقت الشتاء. رحلة في الشتاء، ظرف، ظرف هنا. إذن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه هي علاقة ملكية أو اختصاص، بيان نوع أو الظرفية. المضاف يعرب حسب موقعه من الجملة، أما المضاف إليه فمجرور دائماً بالإضافة. نقول كتاب الرياضيات سهل. ما نوع هذه الجملة؟ كتاب الرياضيات سهل. كيف بدأت؟ بدأت باسم، إذن هي جملة اسمية. مما تتكون الجملة الاسمية؟ تتكون من مبتدأ وخبر. انظري معي إلى كلمة كتاب. اسم يقع في أول الجملة الاسمية، ما إعرابه؟ نقول كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والرياضيات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. مضاف إليه دائما مجرور وعلامة جره الكسرة. سهل هو الذي يتمم المعنى في الجملة، إذن يعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كتاب الرياضيات، كتاب العلوم، كتاب القواعد، كتاب النحو. تركيب إضافي، وضح العلاقة هنا. الجملة الثانية: درست كتاب الرياضيات في الإجازة. درست، ما نوع هذه الجملة؟ بما بدأت؟ كيف بدأت هذه الجملة؟
بدأت بفعل، فعل ماضي. إذن هذه الجملة فعلية، تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. درست ماذا؟ هنا فعل وفاعل، الضمير تاء المتكلم هنا أو تاء الفاعل في محل رفع فاعل. درست ماذا؟ كتابة، يبقى كتابة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والرياضيات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في الإجازة في حرف جر، الإجازة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المثال الثالث، وجدت في كتاب الرياضيات معلومات مفيدة. وجدت أيضا، ما نوع هذه الجملة؟ هذه الجملة فعلية، أيضا تتكون من الفعل والفاعل، جملة فعلية. في كتاب الرياضيات، ما أعرب فيه؟ سهل جدا، في حرف جر، كتابي اسم مجرور بحرف الجر في، وهو مضاف، والرياضيات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. النوع الأول هنا من الضمير كان اسماً ظاهراً، الرياضيات، العلوم، اللغة، اسم ظاهر. نأتي للنوع الآخر من الضمير أو من التركيب الإضافي، وهو الضمير. متى؟ متى يعرب الضمير في محل جر بالإضافة؟ متى؟ كل ضمير يتصل بالاسم يعرب مضافاً إليه. إذا اتصل الضمير بالاسم يعرب مضافاً إليه. نقول هذا بيتك، أين الضمير هنا؟ المتصل بالكلمة؟ المتصل بالاسم؟ الكاف. ما هذه الكاف؟ كاف المخاطب. بيته، ما نوع هذا الضمير؟ هاء الغائب. بيتي أنا، يعني المتكلم. بيتنا، ما الضمير هنا؟ الناء الدالة على الجماعة. إذن الضمائر هذه تحفظ. ما هذه الضمائر المتصلة بالاسم؟ كاف المخاطب، هاء الغائب، بيته، ياء المتكلم، بيتي، قلمي، كتابي، بيتنا، الناء الدالة على الجماعة، كتابنا، قلمنا، مدرستنا. إذن كل ضمير يتصل بالاسم يعرب مضافا إليه في محل جر بالإضافة. هنا الضمير الذي، انظري، لابد أن يتصل الضمير بالاسم لكي يعرب مضافا إليه. قد تتتابع الإضافات. مثلا عندما نقول طاولة المطبخ، طاولة هي المبتدأ وهي مضاف، والمطبخ مضاف إليه. فوق طاولة المطبخ، فوق مفعول فيه، ظرف مكان منصوب، فوق أمام تحت، ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، وطاولتي مضاف إليه مجرور بالكسرة، والطاولة أيضا مضاف لأنها اسم أيضا، والمطبخ عندما نقول مضاف إليه وهو مضاف أيضا، مضاف لماذا؟ للمضاف إليه الآخر اللي هو المضاف إليه المطبخ، مطبخي مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن ممكن أن يأتي أكثر من مضاف في الجملة، من مضاف إليه في الجملة. النوع الآخر الضمائر، صديقه، الهاء الغائب اتصلت باسم، اتصلت بالاسم. عمي، ياء المتكلم، ابن عمي. هنا أيضا كثير من الإضافات والمضاف والمضاف إليه. إذن يأتي أكثر من مضاف إليه في الجملة.
تدريب، هنا نتدرب على المضاف والمضاف إليه. نقول صل بين الكلمات في العمودين الآتيين لتكوين تراكيب إضافية، وضعها في جملة جديدة. سنصل بين الكلمات لنكون تراكيب إضافية ثم نضعها في جملة مفيدة. نقول أول المشجعين، باب الشقة، رشاش الماء، سيارات الأجرة، فنجان القهوة، يوم الثلاثاء، في أثناء الدرس. نأتي بجملة، كان محمد أول المشجعين في المباراة. المضاف إليه هنا المشجعين، هنا انظري، انظر معي، المشجعين مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. عندما يكون مفردا جر بالكسرة، جمع مذكر سالم يجر بالياء. ألفيت باب الشقة مفتوحا، باب الشقة مضاف ومضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يستخدم رشاش الماء، رشاش الماء تركيبا إضافيا هنا في ري المزروعات. فنجان القهوة، ارتشفت فنجان القهوة مضاف ومضاف إليه. المضاف هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المضاف يعرف حسب موقعه في الجملة، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والقهوة مضاف إليه. الاختبار يوم الثلاثاء أيضا تركيبا إضافيا. تحدث الطالب أثناء الدرس تركيب إضافي. سيارات الأجرة تركيبا إضافيا. إذن وضعنا جملة تكون من المضاف والمضاف إليه. نأتي هنا ورقة عمل لكي نتأكد من فهمنا للتركيب الإضافي واسترجاعنا للمعلومات عنه. أضع خطا تحت المضاف وخطين تحت المضاف إليه في الجمل الآتية. وقف التلميذ على منصة المسرح. نضع خط تحت المضاف. أين المضاف؟ منصتي. نضع تحتها خط، خطا هنا، يبقى منصتي خط، المسرح خطين، مضاف إليه مجرور. المضاف هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والمسرح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وسائل المواصلات متنوعة. هذه الجملة هنا جملة اسمية، تبدأ باسم يسمى مبتدأ، وسائل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سنضع خط وهو مضاف. المواصلات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تركيبا إضافيا. هنا وسائل المواصلات متنوعة خبر مرفوع تعرف حسب موقعها في الجملة. تقف الطيور على غصون الأشجار. ما نوع هذه الجملة؟ فعلية، تتكون من الفعل والفاعل وحرف الجر واسم المجرور. الاسم المجرور هنا هو المضاف، والأشجار خطين هي المضاف إليه. أمتعة السفر جاهزة. أين التركيب الإضافي؟ التركيب الإضافي هو أمتعة السفر. أمتعة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والسفر مضاف إليه. حبل الكذب قصير. حبل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة،
وهو مضاف، والكذب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نضع خط هنا تحت حب وخطين تحت الكذب. نصل بين المثال، السؤال الثاني، نصل بين العمودين، الكلمات في العمودين لتكون أو لتكون تراكيب إضافية. صل بين الكلمات في العمودين الآتيين لتكون تراكيب إضافية. كتابه، كتابه ماذا؟ كتابه الطالب. جذعه، جذع ماذا؟ جذع الشجرة. أمواجه، سهلة طبعا، أمواج البحر. أشعته، أشعة الشمس. إذن كوننا تراكيب إضافية تتكون من المضاف والمضاف إليه. السؤال الثالث، أختار الإعراب الصحيح مما بين القوسين لما وضع تحته خط فيما يلي. أصوات الطلاب منخفضة. أصوات الطلاب، أين التركيب الإضافي؟ التركيب الإضافي هو أصوات الطالبات. ما إعراب أصوات؟ نعرف الأول الجملة، ما هي الجملة، اسمية ولا فعلية؟ الجملة هي اسمية، تتكون من المبتدأ والخبر. الاسم في أول الجملة يعرب ماذا؟ يعرب مبتدأ. إذن أصوات، نختار فاعل أم مبتدأ أم مفعول به؟ منصوب، مبتدأ مرفوع. الإعراب الصحيح هو المبتدأ لأنها جملة اسمية والاسم وقع في أول الجملة. أصوات الطلاب تركيب إضافي، أصوات من؟ أصوات ماذا؟ أصوات الطلاب. نختار الإعراب الصحيح، الطلاب مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة أم خبر مرفوع أم فعل ماضي؟ إذن الإعراب الصحيح هو المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن انتهينا من مراجعة درس التركيب الإضافي، أرجو أن تكونوا قد استعدتم المعلومات عنه، عن التركيب الإضافي، وأن نكون قد نشطنا أذهاننا بالنحو وبالإعراب النحو، بعض من الجمل الإعرابية والجملة الإسمية والجملة الفعلية ومن التركيب الإضافي، ونرجو أن نقوم بحل هذه الورقة كواجب بيتي في الحصة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.